تردد بلال بن ساحة في تنفيذ، الآن ينفذ في القائمة الثانية. أوه ماذا هناك؟ الهدف لا، ضاعت طويلة، ولكن الحارس الصالحي هو الأقرب. التسديدات القوية منفذة مباشرة لحراق، الآن الركنية أو العرضية موجودة، عبد الحفيظ. أول أهداف المباراة للمولودية، إسلا. نعم إسلا بالرأس يمنح المولودية التقدم في الدقيقة 31. مولودية برأس متوسط على الميدان، اتحاد بسكرة منفذ المخالفة عالية في القائمة أو باتجاه صافرة حكم المباراة، تعلن عن نهاية الشوط الأول بفوز مولودية الجزائر بهدف دون رد. الثاني فريوي هو من سينفذ منفذه، والكرة كانت خطيرة على مرمى اتحاد بسكرة. إلى القادم من الخلف بوعافية، الكرة مستمرة لفائدة اتحاد بسكرة، التسديدة خطيرة خطيرة، وهدف التعادل كان قريبا لاتحاد بسكرة. أبراهيمي ماذا يفعل؟ يحاول أن يسدد كرة للمولودية، هدف ثاني يضيع. ممتاز الكرة هذه من عدادي، محاولة المراوغة، التسديدة ضاعت الكرة. إلى رناي بوعافية الآن لفائدة المولودية، هذه هجمة أو لفائز الاتحاد. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ركلة جزاء. مختار هشام في مواجهة صالحي، يتقدم مختار، مختار وهدف التعادل. هدف التعادل يأتي بقدم مختار هشام. التنفيذ سيكون بعد لحظات، حراق شمس الدين، التسديدة موجودة. ماذا هناك؟ نهاية اللقاء، وقبلها كانت فرصة هدف ثاني ضيعها سامي فريوي أو أبعدها بالأحرى. ألقاكم.